معايا سيادة النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. سليمان بيه مساء الخير. أهلا يا فندم، ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، أنا ما أعرفش أنت بتتفرج عليا وتسمعني ولا لا. أكيد طبعا يا فندم. أنا بصراحة زعلان جدا لأني قاري مشهد، وعايز حضرتك يعني قول لي أنا مجنون ولا أنا فاهم غلط ولا فاهم صح. أنا راجل زيك تمام زملكاوي. تمام. وأنا عارف مدى زملكاويتك. تمام. وعارف إن حضرتك راجل محترم وسمعت عنك كل خير. ربنا يحفظك. إيه, 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 ايه اللي بيحصل؟ قول لي حضرتك ايه اللي بيحصل؟ اولا هو مشهد غريب على الرياضه المصريه بالكامل ان يحصل مش هتدخل في احكام القضاء، واول مره في التاريخ زي ما كتب الشيخ مرتضى منصور ان يحصل شكوى من رئيس نادي لرئيس نادي على الرغم فيه عمق علاقه تاريخيه كبيره جدا ما بين الناديين. وللاسف الشديد حصل نوع في الفترة الأخيرة من الغطرسة وعدم يعني القبول للوسطات أو الناس اللي عندها تقريب وجهات النظر. للأسف شديد وصلنا لهذه المرحلة اللي أنا يعني حزين عليها جدا. لا بس مش هنظر عليها خلاص. أنا آسف سليمان بيه، أنا آسف، بس من حقه إن هو لو راجل حس بالإساءة وإن هو يستخدم القانون في إن هو يأخذ حقه. لا 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 تعقيب على احكام القضاء في اي شيء. صحيح. لا تعقيب. صحيح. بلا شك يعني. طيب. والدليل على كده ان مرتضى منصور بينفذ حكم قضاء بشكل صحيح. صحيح. والقضاء مصر نزيه وشريف وعادل اما الحاله اللي موجوده بالنسبه للزمالك، احنا طبعا يعني فوجئنا ان في قرار حصل اتفاق في المجلس. اجتمعنا على طول بعد الواقعه او بعد تنفيذ حكم العرض. احنا قعدنا، انا اتكلمت مع احمد مرتضى، قلت له يا احمد امسك انت قام بالاعمال، قال لا امسك انت قام بالاعمال، وتم سرد الموضوع بشكل انا بحكي لك الواقع اللي حصل على الترابيزه. فالسبعه القاعدين وافقوا على ان انا اقوم بتمثيل المجلس امام الاخرين في هذا الشان. قام بالاعمال ويتم مخاطبه الجهات الاداريه ووزاره الشباب والرياضه والجهات الاخرى. اعترض الكابتن خالد لطيف لسفره هو والكابتن نوال عبد الحميد والكابتن احمد دابس في تونس. فقلنا ناجل الموضوع لبكره، يعني مفيش امر العجله يعني. وموضوع خلاص مفيش مشكله. انا النهارده ما تكلموني، قلت لهم انا ضد ان احنا نقعد على الترابيزه واثنين يخشوا يترشحوا صد بعض. هذا غير مقبول، وهذا مبقاش احنا زملكاوية، ومبقاش احنا عندنا ولاء للنادي اللي احنا قاعدين فيه والنادي اللي احنا كلفنا وشرفنا بثقة الجماهير العمومية. انا لو على نفسي انا هاخد خطوتين ورا، واي حد هيشتغل النادي ما عنديش مشكله خالص. كلام محترم. والموضوع اصله كله شهر، مفيش خلاف يعني. قلت له لن اساعد على ان يكون في انقسام، احنا المفروض لحمه واحده وجسد واحد، ودي الوقت اللي المفروض احنا كمجلس اداره نقف كلنا ما ننهارش وما نبصش لحاجات صغيره وحاجات بسيطه. وبعدين انا يعني حتى بقول لحضرتك انا ما مش باصص الحاجات دي، انا كنت وكيل مجلس النواب الخمس سنين لمصر. فهذه الامور قلت لهم اركن الكلام ده على جنب خالص، لكن احنا عندنا دلوقتي خطوتين، ان احنا نوصل رساله لجمهور نادي الزمالك العظيم ان احنا عايزين نشتغل، وان احنا عندنا مهام كبيره جدا، وعندنا موظفين شغالين، وعندنا اجهزه رياضيه موجوده، وعندنا لعيبه عايزه 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 مرتباتها، وعندنا موظفين، وعندنا كهرباء، وعندنا ضرائب، وعندنا مشاكل، حاجات كثيره جدا دي. احنا نشتغل هذه الموضوعات، وعندنا فريق كوره بقالنا النهارده ماتشات، يمكن خمس ست ماتشات، الكيرف نازل نازل لتحت، واحنا محتاجين ان احنا يعني نعمل صحوه ونبقى يعني حاجه ايجابيه. والمستشار مرتضى منصور طبعا يعني بلا شك، وانت طبعا تعلم جيدا، هذا الرجل عمل كتير جدا لنادي الزمالك، يمكن هو الرئيس التاريخي اللي جاب اكثر بطولات في في في, في, في الزمالك. احنا برضو انا كمجلس اداره بقول انا عن نفسي شخصيا وعلى مجلس اداره، احنا مش هنسيب الراجل ده. يعني مش هنسيبه لشويه اسباب. اولا هو مش داخل في جريمه مخله بالشرف. هو مش داخل سارق ولا داخل كذا ولا كذا كذا.
ما فيش مشكله، قضاء حكم وشهر وهيعدي خلاص، مش مشكله. امور كلها احنا حاطينها في انصبه تانية خالص، وفي مزايدات كثيره جدا على الزمالك، ومزايدات على مركز الزمالك ولا محبين نادي الزمالك. انا بقول رساله لكل زملكاوي، لكل مصري وطني بيحب البلد دي، ان احنا لازم، انا من وجهه نظري ووجهه اي انسان وطني، ان احنا نحافظ على كافه الانديه اللي موجوده، ويبقى التنافس تنافس رياضي، تنافس كذا تنافس كذا، اخلاق الرياضه اللي احنا عايزينها. في النهايه جمهور نادي الزمالك انا بقول له انت جمهور عظيم، واستحملت كتير ومر عليك محن كثيره جدا، ادعي معانا وربنا يوفقنا ان احنا يدين للصواب ونخرج من هذه الكوبه، ويرجع الزمالك ان شاء الله باذن الله في مكانته الطبيعيه، ويرجع مكانته الطبيعيه في التتويج ومنصات التتويج. طب سليمان بيه معلش كم سؤال بعد اذنك. الحاجه الاولانيه ايه خارطة الطريق بالنسبة لمجلس الإدارة دلوقتي؟ يعني انتوا وصل لكم خطاب من وزير الشباب والرياضة، من مديرية الشباب والرياضة، بيقول لكم ان انتوا نفذوا اللائحة اللي بتقول ان انتوا في حالة اذا صدر ضد عضو حكم نهائي ان انتوا لازم تسقطوا عضويته. انتوا دلوقتي عندكم حاجة من الاثنين، يا تسقطوا عضوية المستشار مرتضى منصور يا ترفضوا. طيب بص، اولا ما فيش حاجه اسمها اسقاط عضويه، لان اسقاط عضويه ده ليه ترتيبات اخرى وليه بوابات اخرى. لكن ده هو النزول، التنازل عن العضويه. ممكن هنا الماده 41 حضرتك فيها مادتين بالظبط. ماده رقم واحد بتقول اذا تغيب العضو 3 جلسات او 6 جلسات منقطعه تزول عضويته. تمام، خلينا في البند، يبقى دي فيه عقوبتين في البند رقم واحد. ورقم اثنين فيه عقوبتين. العقوبة الأولى إذا صدر حكما مقيد للحرية ونقطة، وبعد كده إذا أعلن أحد أعضاء أفداسه كلام سليم على أن ولم يرد له اعتبار. أنا بس عايز يا سليمان بيه بعد إذنك هراجع مع سيادتك حاجة عشان السادة المشاهدين يفهموا. اتفضل. تمام؟ الكلام يا جماعة اللي موجود في اللائحة الاسترشادية دي ملوش أي علاقة بالقانون المدني. يعني إيه؟ أنا راجل النهاردة دخلت مشروع، فتحت مصنع، والمصنع ده خدت عليه قرض، والقرض ده أنا راجل النهاردة ال 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 يعني إيه شهر إفلاس؟ أنا بشهر إفلاسي علشان أثبت للمحكمة إن أنا راجل غير قادر على سداد مديونياتي، صح يا فندم ولا لأ؟ أنا بتكلم تمام سيادتك. طيب أنا راجل النهاردة دخلت عملت مشروع، فتحت مصنع سيراميك، واتضحك عليا في السوق، أو حسبتي كانت غلط زي ما بيحصل في أي حتة في العالم، كانت حسبتي غلط، فجيت النهاردة القرض اللي عليا أو اللون اللي أنا بسدده معرفتش أسدده، فابتدت ناس إن هي بتقاضيني جنائيا، فانا بثبت لهم يا جماعه ان انا راجل يعني بشر افلاسي عشان انا راجل مش قادر ان انا اسدد لكم. ايه اللي يخليني ان انا لو حصل كده ان انا تزول عضويتي من مجلس اداره نادي رياضي؟ ما انا برضو مش فاهم كابتن ميدو. انا هقول لحضرتك عشان بس نفصل الناس ببساطه شديده جدا عشان الساده المشاهدين الافاضل، وانا اتحكم في وحده قياس العقل. صح. رقم واحد هو بيقول 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات منقطعة في العام. حلو كده سيادتك؟ طب سيادتك لو أنا في الثلاث جلسات المتتالية والست جلسات المنقطعة وقلت والله أنت تغيبت يا سيادة العضو فأنا هزول عضويتك، فقال لي والله معلش أنا كان عندي ظروف وأثبتت ذلك. فمجلس الإدارة ساعتها هيقول إيه؟ هيرفض إنه يزول عضويته. صحيح. هو دلوقتي احنا في جوازات هنا، ما انت يا تزيل يا ما تزيلش، يبقى هنا اختصاص اصيل لمجلس الاداره. ثاني اختصاص اصيل لمجلس الاداره هو اللي يقول يا اما ازيل عضويه او انا عدم ازيل عضويه. يعني حضراتكم هتخاطبوا الوزاره، هتقولوا لهم يا جماعه احنا مش هنزيل عضويه او مش هنسقط او مش ايا كان نسميه. لازم التغول، يعني اذا كانت الوزاره بعتت لي الخطاب، هذا الخطاب ارسلته لي للاسترشاد. خطاب ليه يا فندم؟
للاسترشاد، هي بعتت لي نص الماده 41 للاسترشاد. بتقول لي الماده 41 بتقول يا اما حضرتك تزيل العضويه او يا اما لا مش عضويه يا اما ترفض. ده اختصاص اصيل لمجلس الاداره وليس اختصاص للجهه الاداريه. تمام، حلو قوي. والواضح من كلام على الجهه الاداريه مشرفه على قراراتي. الواضح من كلام سيادتك وده طبيعي ان حضراتكم هتردوا بخطاب هتقولوا ان احنا مش هنسقط او نزيل عضويه المستشار مرتضى منصور. هذه واحده. واحده تمام. طب اثنين. اثنين، حضرتك صدور القرار في شهر 8 في اغسطس 22. حضرتك هي عقوبه مقيده حكريه من ساعه اصدار الحكم في شهر 8 22. احنا في شهر كام؟ في شهر 2 23. حضرتك الحكم هنا موجود يتنفذ من اصداره ولا من تنفيذه؟ لا، من اصداره. مرتضى منصور مارس مجلس اداره وهو مقيد لديه عليه حكم مقيد الحريه ومارس 3-4 جلسات مجلس اداره. صحيح، ادي واحد. صحيح. طب اثنين، لما في فريق ادعى وخاطب وزاره الشباب والرياضه وقالوا ان انتوا لازم تنفذوا البند اسقاط زوال عضويه مرتضى منصور وطبقا للماده 41 من اللائحه الاسترشاديه، فتم الطعن عليه في مجلس الدوله. وتم قبول الطعن. مجلس الدوله احالته المفوضين. يبقى أنا غلت يد مجلس الإدارة ووزارة الشباب والرياضة أن تصدر قرار في موضوع منظور أمام القضاء. زي ما أنا بحترم حكم تنفذ عليه حكم سجن شهر، أنا برضو بحترم القضاء أن النهاردة في المفاوضين يحكم بإيه أو ما يحكمش بإيه. صحيح. فأنا بوضح بس عشان بس الناس، في بعض الناس كثيرة جدا يريدوا يعني يريدوا أن يزج بالزمالك في غيبة الظلمات وان الدنيا ظلمه والدنيا فيه مشاكل وكذا. انا بقول لهذا العبث ابعدوا عن نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي وطني، نادي الوطنيه والكرامه بجد، نادي احد روافد المنتخب ودعم المنتخبات المصريه في كافه الالعاب الرياضيه. نادي الزمالك نادي فيه يعني نادي تاريخي، نادي ليه محبينه ومشجعينه مش في مصر، في الوطن العربي كمان. طب انا عايز اسال حضرتك يا سليمان بيه بعد اذنك، هو خالد لطيف معترض على ايه؟ هو عايز يبقى هو الرئيس يعني؟ خالد طبعا يعني مع احترامي وتقديري، خالد واقف على حته الماده 23 هي ماده تنظيميه لاجتماع مجلس الاجتماع، ان هو لازم يبقى موجود العمية. لا، في اجتماع الجمعيه العموميه. مش عارف يفرق ما بين مجلس الاداره وبين الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه بتقول ان يرأس في حاله غيبه رئيس المجلس يخلفه نائبه او امين الصندوق او اكبر اعضاء سنة. ده في عقد جمال عمية. طب ما مش المجلس كله اجمع اللي كان حاضر ان سيادتك اللي تقوم باعمال رئيس النادي لحين اشعار اخر؟ ده حقيقه. طيب اما لو هو استاذ خالد لطيف معترض على ايه؟ انا نفسي ان انا اتدخل وقلت لهم لن اسمح ان يكون هناك انقسام وان يكون هناك تصويت. ماشي، انا في تصويت انا هتنازل عن هذا الموقع والسلام عليكم. طب الموقف حاليا ايه؟ احنا بعتنا جواب لوزاره الشباب والرياضه بنقول لها كذا، وتم تكليف المستشار شريف حسين المدير التنفيذي للنادي للتعاون مع الجهات الاداريه. لحين وحضرتك هتمارس او ستباشر عمل برئاسه النادي. عملي كمجلس اداره، وانا قلت لهم مجلس اداره في حاله انعقاد دائم حتى تنتهي هذه القضيه. وحضرتك هتقوم باعمال رئيس النادي؟ لا الى الان لا، عشان بس متفق. طب يعني بس في اتجاه لكده؟ والله اذا 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 اتفقوا على كده بالترضيه انا موافق، لكن تصويتا ان شاء الله. لا، ما هو بالتصويت عشان عشان شكل المجلس وعشان لا، ما هو مش عيب يا سليمان بيه عادي. ما انت النهارده طلبنا احد الاعضاء. لا 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 لا، صدر مشهد ان احنا ناس منقسمين. احنا ناس مفروض في هذه المحنه نكون احنا اقوياء، ان احنا نصدر مشهد للناخب لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين اللي ادونا صوتهم ان احنا لا قدر المسؤوليه ولا ننظر لمصالح الداخل. ايوه بس يا سيادة، ده الكلام ده لو كل الناس متفقين فعلا، انما حضرتك بتقول لي ان في عضوين، الخالد بيه لطيف والكابتن جمال عبد الحميد، صح؟ تمام. ان هم الاثنين معترضين على الكلام ده. لا، كانوا مش معترضين، كانوا مسافرين في تونس، في رئاسه تونس، وقالوا انتظروا لما نيجي والكلام ده كله.
ماشي مش مشكلة. طب هم جم خلاص عادي مفيش مشكلة. الله كريم. لا بس انا مش مع سيادتك انا بس عايز انت تعترض. انا النهارده قمت بزياره للمستشار مرتضى منصور في السجن وطمنيت على حالته. وهو في المستشفى. هو راح المستشفى لانه كان جاله ضغط ارتفع عليه لمده تقريبا 5-6 ساعات. واشكر الفريق الطبي اللي وقف 4-5 ساعات لعندنا نزلوا الضغط وادوا له الادويه المناسبه وبيعامل احسن معامله واحتراما لسنه واحتراما لقيمته واحتراما لقيمه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على فكره. وانا رحت قعدت معاه ساعتين وهو بيبلغني اللي بلغ كل محبيه ومشجعي نادي الزمالك والاطفال اللي في النادي ان انا ان شاء الله راجع باذن الله. سيادة النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.